والله احنا استعرضنا معظم القضايا التي تهم اللي هي على رأس الساعة، ومنها سد النهضة، ومنها العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية، وتكلمنا على المنطقة العربية، وتكلمنا على القرن الأفريقي. يعني استعرضنا معظم القضايا اللي هي حاليا تشغل الرأي العام المصري وتشغل صانع السياسة المصريين واللي احنا منخرطين فيها. وكان الحقيقة كان حوار مثمر وكان بناء جدا، و يعني كان تم التناول بشكل موضوعي بشكل كبير وبشكل علمي ودقيق وبتحليلات دقيقة جدا للغاية. الحقيقة يعني من شأنها إن مجلس الشيوخ يقوم بدوره المعاون لأجهزة الدولة الرسمية في هذه القضايا التي تمثل أولوية بالنسبة لمصر وللمصريين. هل تحدث الوزير عن أهم الخطوات التي سوف تقوم بها الدولة المصرية في الفترة القادمة؟ بالتأكيد طبعا، بالتأكيد أن مصر دولة يعني ما هيش دولة جامدة، وإنما مصر دولة تتمتع بديناميكية وحركة ونفوذ وتأثير في محيطها الإقليمي ومحيطها العربي ومحيطها الأفريقي. فبالتأكيد طبعا تطرقنا لمثل هذه الأمور وتناقشنا فيها، وإحنا على شبه وفاق تقريبا مع وزارة الخارجية ومع مؤسسة الدولة وفيما يرونه وفي الخطوات المستقبلية والكاونتر ميجرز بتاخدها في حالة لا قدر الله أن يقع على مصر ضرر أو ضرر جسمي.